مهمتنا اليوم الكنافة، لازم تكون بحجم معين. قلت لك كنافة محشية قشطة. قد قياس حجم. أنا ما بحبهاش بالقشطة. إيه أنا أبي كنافة جبنة. أبي شي. أه بس دي جواها فستق. أنا يقول أنت ما يفهمني إيه؟ ولا بحب الفستق. خذ يا عم مراد، خذ دي وهات لي واحدة ثانية بالجبنة. بدي مين الغلط راح أردك مشي. ريال عصبي. عشان كل واحد فيكم عنده ذوق مختلف، الكنفاني سوالك 19 صنف عشانك. الكنفاني معمول عشانك.